نشكر الجميع على هذه الدعوة لهذا الاجتماع للدورة العادية الثالثة للجائزة الدورات. وباسم الأول نشكر السيد العامل المحترم. اليوم تم انعقاد الدورة الثالثة للدورة لمجلس الغرفة الفلاحية لجهاز سوس مسا. هذه الدورة انعقدت في عملة شتوكا ايتباها، علما ان الدورة الفايتة كانوا انعقد وحدة انعقدت في اكادير وحدة في تيزنيت. اليوم كان نعقدوا هاد الدورة في بويغرا في عملة شتوكايت بها، هاد الجهة التي تعتبر استراتيجية في الفلاحة بالنسبة للمغرب، حيث ربما هاد الجهة كتمثل اكثر من 85% من صادرات المغرب، وكتمثل واحد 35 حتى 40% من العمالة في خاصة في التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي، وبالتالي هاد الجهة مهمة في المجال الفلاحة. هاد الدورة انعقدت في ببرنامج شامل، درسنا فيه اولا بعد استراتيجية ديال الغرفة الفلاحية بين 2023 و 2025، وبالتالي مساحة مسقية مهمة. السادة رؤساء المجالس الإقليمية المحترمين، السيد رئيس المجلس البلدي لبيغرا، السيد المدير الجهوي للفلاحة، السيد مدير وكالة حوض مائي، السيد رئيس سوس مسا، الدولة والطرقاء وكذا، وكانت تتبع جلسات عمل شخصية في المشروع. بالمناسبة نشكر جزيل الشكر لأننا نحن مجهود إجباري في ظروف استثنائية جدا، نقول تقريبا نفس الظروف ديال كورونا، ولولا التدخل الداعم ديال السلطات ما كانش هذا المشروع. كذلك كاين زراعة مهمة جدا لتخص السوق الداخلي ولا السوق الخارجي، كاين صادرات الدورة العادية للغرفة الفلاحة نظرا للانتماء إلى الإقليم العزيز. أكيد أن شكرا.